انت المدعي توني جورج حنا جنسية لبنانية مواليد 7 تشرين الأول 1970 نعم ساكن بمنطقة فسوح بيروت نعم استدعوا المتهم حضرتك ياسر عبد الله سلامي مواليد 16 حزيران 1955 بفلسطين المحتلة نعم وين ساكن حضرتك؟ مخيم مارلياس حضرتك بتدعي انه بتاريخ 2 تموز ياسر سلامي سبح وبعد اسبوع حوالي الساعة 8:30 الصبح ضربك قدام جراجك وكسر لك ضلعين التهمة اللي موجهة ضدك جدية يعني هيدا يعتبر اعتداء مع سابق تصور وتصميم كنت رايح اعتذر وليه غيرت فكرك؟ حكي شغلات مثل شو؟ واللي قلته مش مقبول هيك بتبلش الحروب يا عم بيعتدوني عم بهدوا عيني وبنتك؟ لأنه قضية حقيقة أي حقيقة توني؟ أنت شو قلت؟ الموازين انت شو قلت؟